الهدف بتاعها هو خلق كيان جديد. فاحنا مش بنفكر في العاصمه الاداريه بس، احنا بنفكر في كل المدن الجديده، لان احنا يعني عندنا دراسه احنا بنستهدف المواطن الطبيعي اللي هو المتوسط، الطبقه المتوسطه، ده العميل الدائم بتاعنا. فاحنا بنستهدف الطبقه المتوسطه دي، نحاول ان احنا نوجد لها فروع في المدن الجديده باسعار جيده، بس متقدمين مشروع كده ونبدا تحت الدراسه مع شركه القابضه للسياحه والفنادق.